ايه يا جدعان، عاملين ايه؟ معاكم محمد الالفي، وده كان نيوكلير قديم قوي، وهي عجباني قوي، من احلى نيوكليرز عندي ومن اسرع نيوكليرز عندي. هي دي نيوكلير في 2 دقيقة و14 ثانية. هي مش لايف كومنتري ولا اي حاجة، بس هي يعني عشان انا عاجبها قوي، عجباني قوي يعني، قلت اعمل لها ابلود دلوقتي النهارده يعني، او يعني قصدي اعمل لها ريكورد كده يعني. مش مهم، محدش يركز عشان ما يهيس. والنيوكلير دي، النيوكلير دي جبتها في 2 دقيقة و14 ثانية، وكلها تيرن اونز يعني. ركزوا في التيرن اونز، واللي ما يعرفش تيرن اون يعني لما يكون واحد ورايا مثلا اقوم لافف مديله زي 360 كده، بس يعني سريعة. ودلوقتي انا لسه جايب الروثلس ميدل، وما عداش من الفيديو غير 50 ثانية يعني، جبت الروثلس في 50 ثانية. وكنت بلعب مع مين؟ يوسف الصاوي، واحد يعني من اصدقائي الشداد اوي يعني. ودي كان نيوك تاون زي ما انتم شايفين، والكلاس سيت اب والله ما فاكره عشان هيتسألني كتير. بس هي الانتلس، بس الكلاس سيت اب تقريبا كان لونج بارل، مش فاكر لونج، هو لونج بارل، لا لونج بارل وستوك، هو صح كده، لونج بارل وستوك، بنجامين كامو، فيكتور، وتيرنون. انا اشتغلنا قوي يعني. في حته هتعجبني قوي دلوقتي، ان انا قاعد في السبون وقاعد في حجرهم وهم قاعدين بيردعوني كيلز يعني، مش قادر اقول لكم ازاي يعني. لا فلتت مني برضه الحته دي، مش عارف ازاي ما متش فيها، بس يعني صدرها بقى. والله الجيم بلاي ده من احسن جيم بلايز عندي يعني. وانا بدات برضو اعمل لايف كومنتريز، تبقوا يعني تشوفوا الفيديوهات. انا بفكر اعمل اللي هو يعني دي كده قبل ما ابدا الابسود بتاعت اللايف كومنتريز. وانا قلت برضو على الجيف، في عامل جيف اواي اول ما نوصل 350 سبسكرايبرز، جيف اواي يعني تبقى حلوه عشان فيها 800 مايكروسوفت بوينتس يعني، مش بطال يعني. السنه اللي جايبها يعني انا لوحدي يعني محمد الالفي يعني. ايوه هي النيوكلير ايه، ولازم اعمل بوز يعني عشان اعدى في الفيديو 2 دقيقة و20 ثانية، عشان ابقى يعني. كان في الاول كان في برضو شوية هوس مايجريشن، كمل الفيديو. ويعني الفيديو ده والله عجبني قوي كده، اول ستوبابل حلو الكل دي. مجتش نون ليثل، مش فاكر جبت كام، لا قعدت هايس في الاخر. بس يعني انا اول ما اموت هقطع الفيديو عشان بس كفايه كده يعني. ويا رب الفيديو يعجبكم، لايك كومنت وسبسكرايب، و